موتوريزاسيون تاع السيكاتا الخوت كتخرج ديزل ان 5 بلو اتش دي اي 110 وكاين الان 5 بلو اتش دي اي 130 الخيل بويسونس فيسكال 6 تاع الخيل بويسونس ريال كاينه تاع 110 اللي كدير في الكوبل ديالها 250 نيوتن متر وكاينه تاع 130 اللي كدير في الكوبل ديالها 300 نيوتن متر خوتي كاينه فيها بواط فيتيس اوتوماتيك 8 تاع لي رابور ا دوبل امبرياج وكاينه المانيول 6 تاع لي رابور الفيتاس ماكسي ديالها 190 كيلومتر بارور 0-100 كديرها في 10 تاع لي سيكوند مزيانه خوت الكونسوماسيون ديالها 5.4 لتر في كل 100 كيلومتر الصور ديالها جاوا في هاد اللوكا خوتي عجبتني اجي نشوفوا جميع لي زوبسيون من الداخل تاع السيكات الموديل الجديد فيها ستوب ستارت ايكو ديماراج سون كلي ما ليبر عند كوكبيت ديجيتال 5.5 بوز الفولون ملتي فونكسيون باليت بلوس باليت موان اون كوير كذلك عندك هاد لافيشاج هذا اون تيت اللي كيخلي الكونديكتور عينيه في الطريق وكيعطيه المعلومات الكافيه تاع الطوموبيل ديالو تيجي داكشي اون كولور في هاد لافيشاج اون تيت عندك الخوت اكران تاكتيل 10 بوص كومباتيبل مع الايفون الاندرويد الكارت بلاي عندك الكونسول سونترال واعر هنا تشارجي التليفون سون فيل عندك بريزا 12 فولت اوكسيليير كذلك عندك جوج تاع لي بورت يو اس بي الكونسول سونترال ديالها جا بيانو بلاك عندك بواط فيتاس اوتوماتيك ا دوبل امبرياج 8 تاع لي رابور وكاين اوبسيون تاع المانيول 6 تاع لي رابور عندك هنايا كوب هولدر فران اما الكتريك اسباس دو رونجمون لا كودوا سونترال جا اون كوير حاجه زوينه سيترون خدمات على الاسباس وعلى الكونفور بزاف عندك بواطاغون اكليري فيها الاضاءه كذلك عندك هنايا واحد البوكيت او الواليت تقدر تحط فيها ورقات شي حاجه مهمه مخبيه تما داكشي ديسكري زائد عندك هاد الاسباس هنايا فيه طابليت تاع السيكات اللي كدوبليكي لي زابليكاسيون اللي كتيكونوا كومباتيبل مع الايفون والاندرويد والكارت بلاي كذلك كومباتيبل مع ليكرون تاكتيل اللي كتكون عندك تاع دي بوس هنايا بلا نوز الخوت خدمات السيكات على تكنولوجي كذلك يعني تديفلوبات بزاف ايكرون تاكتيل الخوت تاع دي بوس فيها بزاف تاع لي زابليكاسيون كتشوف فيها الميوزيك كتشوف فيها راديو كتشوف فيها كتريغل فيها الكليما اللي كتجي هنايا اوتوماتيك بيزون كذلك كتشوف فيها نافيغاسيون جي بي اس كذلك كتشوف فيها ليطا الطوموبيل وناحيه تاع السلامه في الطوموبيل كذلك كتشوف فيها لي مود درايف وليطا ديال السياره ديالك عامه فوالا دابا غادي نمشيو نشوفوا اهم لي زوبسيون او شكل خارجي تاع السيكات 2021 الجيل الثالث قبل ما نكتشفوها نهضروا شويه في الهيستوريك السيكات الخوت اول جيل كاول جينيراسيون كانت 2004 الجيل الثاني 2010 الجيل الثالث في 2020 دخلت المغرب في 2021 السيتروين الخوت لا كرياسيون ديالها سنه 1919 تقريبا دابا 102 وهي في السوق العالميه للسيارات يعني كارير كبير في العالم في سوق السيارات الخوت حاليا كتنتمي لسيتروين الجروب تاع بي اس ا اللي فيه البيجو سيتروين دي اس سيتروين والاوبيل اللي كيخدموا على واحد البلاتفورم اللي قويه وموتوريزاسيون قويه بزاف اللي كتخليها في تنافسيه كبيره مع مجموعه من السيارات في العالم كامل سيتروين سي 4 حاليا حتى هي في الكومباكت الكاتيجوري كومباكت كاتيجوري اللي خدمات وكتمتاز بهاد البلاتفورم هذه اللي زوينه وقويه كديزاين وكموتوريزاسيون شكل خارجي كيف ما كتشوفوا معايا فيها دي جون تاع 16 تيجيو لوك في لي جون ديالها 3 دي وكاينين تاع 17 هادو اللي معانا اللي كيجيو هنايا بريون ديامون بريون كاينين اون الياج وكاينين هكا اون الومنيوم كيجي الكولور ديالها بي كولور بيانو بلاك والكولور برينسيبال ديالها اللي كيجي ميتاليزي لي فوا غيغ ديالها كيجيو ليد الخوت كذلك سيستيم ديكزوست ديالها وكذلك كومبينيزون بين بيانو بلاك وداك الكولور برينسيبال تاع الطوموبيل كيعطي واحد لوك لي زوينه كديزاين سبويل سبور كيف ما كتشوفوا معايا هنايا اللي كيعطي واحد الانسيابيه والايروديناميزم الكافيه وسط الطريق حيت الفيتاس ماكسي ديالها 190 كيلومتر بارور راه ما ساهلاش الخوت اول بويسونس ديال 130 اللي كدير 300 نيوتن متر ما ساهلاش من ناحيه السلامه عندك لي غادار من القدام ومن اللور كاميرا ديال الكول كذلك عندك ريغيلاتور ادابتاتيف اللي كيديتيكتي لا ديستونس بينك وبين الناس اللي قدامك في الطريق من ناحيه السلامه ويقدر يفراني اوتوماتيك ان فوا اكتيفيتي هاد لوبسيون هادي هذا بلان من ناحيه السلامه
من ناحيه الداخل ديالها عندك لي بونكيت اغيير غابطابل باش تزيد في المساحه تاع التخزين تاع الكوفر ديالك، الكوفر اللي كيهز 380 اطرو. زائد عندك فيه في لي بونكيت اغيير كيجيو كونفور في هاد اللوكاكا اون تيسو، فيهم ليزو فيكس من اجل تثبيت الكرسي تاع سلامه الاطفال. كذلك عندك الكليماتيزاسيون فيها جوج تاع لي سورتي هنايا، زائد بريسا 12 فولت. الا لاحظتوا داك البون تاع الترانسميسيون على الخوت ما كيديرونجيش الناس اللي يجلسوا في اللور، حيت السياره الحجم ديالها كبير. كيجي فيها طوا بانوراميك، كيجي فيها باك فومي، كذلك كيجي فيها الباك كروم على حسب الفئه اللي اختاريتي. كاينين فيها ثلاثه تاع لي فيرسيون، الفيل شاين وشاين باك، وكاينه فيها خلاص الا اختاريتي البواط فيتاس مانيول او البواط فيتاس اوتوماتيك. اوتوماتيك 8 تاع لي رابور دوبل امبرياج، المانيول 6 تاع لي رابور. الابيتاكل ديالها او الكونسونس سنترال ديالها تعطي لاكسي توتال للكونديكتور كيف ما كتشوفوا هنايا. السيج ديالها كيجي كونفور، كاينه فونكسيون ميموار فيهم في الفئه العامره كتوصل 28 مليون، يعني واحد الهيبه الخوت ولوك زوينه في الطوموبيل. عجبتني الخوت الفولون ديالها باليت بلس باليت موان، كات ريغلاج اوتوماتيك اون هوتور اي بروفوندور. هذا بلان الخوت موتوريزاسيون قويه تاع 130 او 110، في تنافسيه كبيره، تدخل في تنافسيه كبيره مع 2008 وكذلك مع 2008 في البيجو، ومع تيروك تقدر توصل نفس تيروك في الفولكس فاجن. كذلك سيات ارونا، حيت الطوموبيله كتبدا في لي بري ديالها من 20 مليون كتوصل حتى 28 مليون. الديزاين ديالها مهيب، سيتروين معروفه بهذا الديزاين ديالها لي سبيسيال اللي كتشوفوه من برا ديالها ومن الداخل ديالها، التكنولوجي اللي فيها ريغلاتور اداتاتيف، يعني داك لافيشاجون طيط وهاد لا تكنولوجي هادي، هادشي زوين، هادي خلاها تدخل في تنافسيه كبيره في الفئه تاع الكومباكت كارز. هذا ما كان الخوت اهم لي زوبسيون قلتهم ليكم، اهم الموتوريزاسيون تعرفنا عليها. لي بري كيف ما قلت لكم كتبدا من 20 كتوصل حتى 28، فيها ثلاثه تاع لي فيرسيون، الفيل شاين شاين باك، وهادو كتخرج بخمسه تاع لي فيرسيون، زعما خمسه تاع لي تاع الاثمنه اللي تيكونوا، يعني حيت على حساب وات فيتاس فهمتيني، حيت كاين الفيل مانيول والاوتوماتيك، وكاين عاوتاني الشاين مانيول اوتوماتيك، وكاين الشاين باك اوتوماتيك اللي كتجيب طوا بانوراميك. وكذلك حاليا في الجروب تاع البيجو بي اس ا كامل في المغرب خصك لي زاريفاج كيجيو قلال، داكشي علاش خصك دير كوموند فهمتيني باش تاخذ الطوموبيل ديالك. او المهم في المغرب كيدخلوا الطوموبيلات قلال، حيت دابا حيت مع هذه البانداميك هذه يعني ما كيدخلوش بزاف، خصك تعطي واحد لافونس وتسنى واحد شهر تقريبا باش تجيك الطوموبيله ديالك. هذا ما يخليكش ما تاخذش روميز كافيه او باش تاخذ الطوموبيل بواحد البري اللي مطلوب ريزونابل، وتمشي حتى نتايا ساتيسفي وساتيغي البوزوان ديالك. علي شكرا بزاف على الدعم ديالكم الله مشروط، نتشوفوا في فيديو جاي ان شاء الله مع شي برودوي الماني ان شاء الله. الله. خوت الفيديو الجاي غادي نهضروا فيه على الكلاس ا مرسيدس الصانع الالماني.